تناقلت منصات التواصل الاجتماعي في مقطع فيديوي مصور لبلدية أو موظف بلدية مكلف بواجب إنذار لأصحاب البسطيات من المتجاوزين على الأرصفة والشوارع بضرورة إخلاء أماكنهم تلقائياً قبل توجه آليات البلدية لإزالتها فعلاً وفقاً للقانون وبحماية من القوات الأمنية، إلا أن كوادر البلدية غالباً ما يصطدمون بواقع الحال الإنساني والمعيشي لأصحاب البسطيات في غياب توفر البدائل لأماكن عملهم. وهنا تحصل المشادات الكلامية التي قد تنتهي أحياناً بالمواجهة المسلحة وربما التهديدات المتبادلة. وفي مقطع الفيديو هذا حصلت مشادة كلامية بين أحد موظفي البلدية وبين صاحب بسطية رفض إنذاره وعدد من الباعة المتجاوزين أيضاً، وهذا ما دار بين الطرفين من كلام. بأمر من الكاظم انطلقت حملة الشهيد عبير وتحولت قضية قتله من جنائية إلى حملة كبرى لإزالة التجاوزات، وتم تنفيذ الحملة لإزالة التجاوزات فعلا على الممتلكات العامة في مختلف المحافظات العراقية، فيما اعتبر المواطن أن الحكومة سلطت الضوء على التجاوزات وتجاهلت الجانب الإنساني وتداعياتها السلبية على الفقراء وما تحت خط الفقر أيضا. فكتبت العديد من ردود الأفعال والكومنتات، اخترنا لكم جانبا منها ونبدأها مع مروة الحايك التي علقت عن هذه الحالة. تقول مروة: أشوف صارت على ناس وناس، يعني المنصور كلها تجاوزات وماخذين الرصيف، المنصور والرواد وسيد الحليب والحارثية وغير مناطق ما حد يجي عليهم، لو الظاهر دافعينهم فلوس الهيشي ما حد يجي عليهم. هناك تعليق من نغم النعيمي تقول: نغم الله يساعد الموظف، بصراحة مطالب أنه يطبق القانون من جهة، ومن جهة أخرى الناس وعدم احترامها للقانون وتستقوي بالخارجين عن القانون، خطية مبتلى على عمره، الله يعينه دا يخاطر بنفسه والله. هناك تعليق من أبو آدم يقول: أبو آدم روح لذولاك الناس اللي ماخذين قصور وأملاك الدولة اللي بالخضراء، إضافة إلى أنه وفر للمواطن البسيط بديل وخدمات من تعليم وصحة وضمان وأمن واستقرار ووضع معيشي جيد وحاسبة بعدين. هناك تعليق من أسامة السوداني يقول: أسامة جماعة على باب الله، هذا يا باب مو عنده رصيف ومحل تجاوز، هالمرة حتى على الشارع متجاوز وماخذ سايد، أدري هذا رزق، إيش مو حرام بحرام؟